إن الدعاء باللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال هو أحد نوعي الكلام عند أهل اللغة وبالأخص عند البلاغيين، وذلك لأن الكلام ينقسم عندهم إلى قسمين: خبر وإنشاء. فكما أنه لا يجوز في الخبر أن يثبت حكم بالجنة أو بالنار لشخص معين، كذلك لا يجوز أن ينشأ وأن يطلب اللعن عليه، وذلك لأن الأمر كله لله عز وجل.